واعتقد احنا فهمنا الموضوع كتير وعرفنا انه ليس له. خلينا ابونا نقول للناس دي، للناس جملتين بشكل أيوه. مباشر جدا. ايوه ارجوك خدوا الكلام ده مني كده، انا هقولها جمل صريحه وقد يصدم البعض بما اقول الان. اي حد يربط بين الختان وبين الاسلام هذا جاهل. ليس هناك ربط بين الختان والاسلام ابدا. حتى الاحاديث التي رويت انا اعتقد وفيها كلام كتير قوي توافق عصرها، توافق المجتمع اللي هي فيه، توافق اي حاجه. انما يا جماعه الاسلام لم يامر احدا بانه يعمل موضوع الختان ده. انا بقول لكم الكلام ده كده يعني من غير بقى، يعني من الاخر خالص مفيش ربط بين الاسلام والختان. اللي يقول لك الاسلام قال اعملوا ختان والكلام ده هذا جهل، جهل. الله عز وجل يقول وصوركم فاحسن صوركم. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. طب هو ربنا يقول انا خلقته في احسن تقويم وانت تجمل نفسك واحنا نروح نعدل بقى احنا في الخلق ده بحجه ان معرفش يحصل ايه ويحصل ايه؟ الكلام ده كله كلام عبثي لا علاقه له بالحقيقه مطلقا. وبعدين الاسلام قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الاطباء كلهم اجمعوا ان الختان ده بيشوه البنت وبيفوت عليها فرصه الاستمتاع وبيفوت بيجعلها عندها عاهه مستديمه. انا ازاي اروح اعمل عاهه مستديمه البنت بحجه ان الاسلام بيقول كده؟ هو الاسلام بيدعو للعاهات؟ هو الاسلام بيدعو بيامر حد للتشويه؟ هو الاسلام عاوز البنت تعيش طول عمرها مش مستمتعه لا بانوثتها ولا بحياتها ولا بعلاقتها الزوجيه مع زوجها؟ ايه الكلام ده؟ الاسلام ربنا خلق الانسان ده كامل مكمل، ما فيش حاجه ناقصاه ولا في حاجه محتاجه تعديل. يعني مش حلاق صحه، انا اسف مع احترامي لكل الحلاقين وكل الناس، ولا طبيب هو اللي هيعدل في خلق ربنا ويعمل حاجه ربنا ما عملهاش، ما فيش حاجه اسمها كده. ربنا ما خلقش الانسان ناقصه حاجه علشان يجي بني ادم يكملها له، ما فيش كده. واللي يقول لك الاسلام بيعمل كده يبقى جاهل. لا الاسلام امر بالختان ولا له علاقه بالختان، واللي يعمل حاجه زي كده انا اعتقد انه بيرتكب معصيه لانه بيشوه بني ادمه، بيشوه انسانه، بيفوت عليها فرصه الاستمتاع بانسانيتها. والانسانيه والشهوه دي حاجه ربنا خلقها جوانا كزوجه، بيفوت عليها فرصه الاستمتاع كزوجه تتحول الى في مشاكل بتحصل بسبب الختان ده. لا هي عارفه تستمتع ولا عارفه تمتع جوزها، فبالتالي بيحصل انفصال عشان يدور على غيرها فيلاقيها زي الاولانيه برضه. ارجوكم كفاية. اوقفوا هذه المجزره كفاية. باسم الاسلام، والاسلام من ذلك براء. مفيش دين بيقول كده ولا ربنا يقول كده. مش ممكن ربنا يعذب بني ادمه، ولا ممكن ربنا يشوه بني ادمه، ولا ممكن ربنا يخلق واحده ناقصها حاجه علشان يجي دكتور ولا حلاق يكملها لها. ارجوكم وقفوا هذه المهزله وهذه المجزره اللي اسمها الختان.